انا من احسن 5 في العالم في رمي القرص. لعبت 5 بطولات عالم، 3 دورات اولمبيه. بقالي سنه ونص معسكر بتمرن 5 ايام في الاسبوع. مش عارف تشوف اهلك، مش عارف تتعامل في الحياه زي حد. بطوله طوكيو بالنسبه لي هي الحلم. عشان توصل لهدفك لازم تتعب، وهتتحرم من حاجات كتير، بس اتعب وخلي عندك اصرار عشان توصل لهدفك. وي قبل أي حد.